واحد من الصحفيين الكبار الليبيين اللي هيكون موجود معانا علشان نتكلم معاه اكتر عن التجربه المصريه اللي موجوده في ليبيا، الاستاذ صلاح بالعيد. استاذ صلاح، برحب بحضرتك. ارحب بك اخي عمر، وارحب بقناتكم المؤقره، وانا سعيد ان اتواجد معكم واحييك تحيه طيبه واتمنى لك كل التوفيق. اشكرك شكرا جزيلا. اكيد طبعا تجربه مصريه موجوده في الملاعب الليبيه. في البدايه حابب اعرف راي حضرتك في وجود مدربين مصريين في المدرسه الليبيه، هل بتضيف الى الكره الليبيه المزيد من الايجابيات؟ شوف، خلينا نكون واقعي اخي عمر معك لاقول ان التجربه المصريه ثريه في ملعب كره القدم الليبي. اولا اود ان اقول لحضرتك انني تابعت التقرير وكان وافيا وشاملا، لكنه ربما بحكم اي تقرير احصائي يغفل عن بعض النقاط بحكم السرعه وغياب المعلومه. اغلب المدربين الذين تم ذكرهم في التقرير صحيح مروا على الكره الليبيه، هناك بعض الجزئيات ربما غائبه. ايضا محمود السايس ايضا كان من المدربين اللي دربوا الكره الليبيه ودرب اهلي بنغازي. ايضا في تجربه اخرى للكره المصريه ربما التقرير لم يشير اليها، وهي تجربه الاداره الرياضيه. ربما لاول مره في مطلع الالفينيه الانديه الليبيه فكرت في التعاقد مع مدير كره من مصر، فكان ثابت البطل رحمه الله مديرا للكره في النادي اهلي طرابلس، ثم مديرا للكره في نادي الاتحاد. مظبوط. عصام عبد المنعم ايضا كرياضي خاض تجربه وهو رئيس اتحاد كره القدم المصري السابق في اهلي بنغازي كحارس مرمى. بشكل عام الذين تم ذكرهم في التقرير الوافي وفيه معلومات مهمة جدا، هم مروا على كرة القدم الليبية، حقق بعضهم النجاحات وحقق بعضهم شيئا من الإخفاقات، ولكنها تجربة ثرية. أيضا لا ننسى تجربة حسام البدري في 2013 مع طرابلس الذي لم تستمر إلا 4 أشهر يعني تقريبا. الحقيقة أخي عمر والكلام للمشاهدين، الميول الأندية الليبية في التعاقد مع التجربة المصرية لعدة أسباب، ليس لان مصر يعني دوله كبرى في المنطقه وتجربتها الرياضيه كبيره، ايضا لان المدرب المصري حقيقه يعني مدرب يميل لاشياء ايجابيه يريدها اللاعب الليبي، لقرب العادات والتقاليد من جهه، للتفاهم النفسيه، للتركيز على اللياقه البدنيه. دائما نحن في ليبيا نقول لماذا الدوري المصري متفوق؟ لان في تركيز جيد على اللياقه البدنيه. نحن دائما نتساءل في ليبيا ونريد، وانا عبر يعني مسيره اعلاميه تجاوزت 30 عام عصرت يعني كثير من المدربين المصريين في ليبيا ونعرفهم شخصيا اللي جوا ليبيا ونعرف تفاصيل كثيره، كنا دائما نقول لماذا لا يكون الدوري الليبي في مستوى الدوري المصري من الناحيه البدنيه؟ لا يمكن ان نغفل ان مصر صاحبه 7 ألقاب في بطوله افريقيا الامم وانديتها حققت بطولات كثيره، وايضا حتى في المنافسات اخي عمر اللي بين الفرق الليبيه والمصريه دائما اللاعبين الليبيين يذكروا بشيء من الافتخار منافساتهم مع الانديه المصريه جيل الستينات. لدينا عمالقه ايضا، ربما احنا ظروف ليبيا مز مصر في الاستقرار، ربما ليبيا لم تحقق نتائج كبيره، لكن لا يمكن ان يغفل المشاهد العربي اخ عمر، واحب ان اوضحها للمشاهد المصري، احنا تاريخنا عريق في كره القدم. طبعا نحن اول منتخب في 53 موجود، نحن 65 سنه دون انقطاع كمنتخبات، يعني طبعا لا نقارن بمصر اللي فيها تاريخ رياضي كبير، لكن اين تجربتنا في ليبيا؟ نحن يعني الان 66 سنه كمنتخب وعندنا حضور على مستوى الرياضه بدا منذ الثلاثينات واول الاربعينات الانديه، وعندنا حضور قديم يعني في العشرينات في الاحتلال الايطالي، يعني عندنا تجارب ثريه في ليبيا ان صح التعبير. طبعا المقصد من كلامي اخي 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 عمر ان احنا نريد ان نستفيد من التجربه المصريه، وهذا ما يلاحظ في الانديه الليبيه. حتى الان التعاقد الاخير كان مع اهلي بنغازي مع المدرب محمد عوده، كان تعاقد يعني لان المدرب المصري يتميز باللياقه البدنيه، مظبوط، في فهم نفسيه اللاعب الليبي، بان تجربته ثريه وقويه، يكاد يكون هو المدرب رقم واحد مع المدربين من تونس والجزائر، ايضا لدينا تجربه مع مدربين من تونس والجزائر، فدائما فيه ميول للمدرب المصري. انور سلامه كانت تجربته ايضا مميزه مع فريق الاتحاد، لا يكاد يكون فريق ليبي كبير لم يدربه مدرب يعني مصري. محسن صالح تجربته كانت ايضا جيده من ناحيه الاداء، ولكنها ليست جيده من ناحيه النتائج، وكانت قصيره، لكنها تجربه ايضا لا يمكن اغفالها في ليبيا. ففي الحقيقه ميول الانديه الليبيه للمدرب المصري لانجازات الكره المصريه من جهه، لفهم نفسيه اللاعب الليبي من جهه اخرى، التركيز البدني والفني، اخرهم طارق العشري. طارق العشري بعد ان يعني وصل بأهلي بنغازي للدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا حقق نتائج ايجابيه، جاء الاهلي طرابلس وحقق نتائج ايجابيه، والمده الماضيه ايضا طرح اسمه حتى لتدريب المنتخب الليبي، يعني قبل التعاقد مع عمروش الذي كان صفقه غير مقنعه وجاءت في ظروف غامضه او غير منطقيه، كان طارق العشري من الاسماء المطروحه.
فبالحقيقه يعني مصر تجربتها ثريه وكبيره جدا، من الجوهري وعبد الوحش وحسن شحاته وفاروق جعفر وكثير من العمالقه في تدريب الكره المصريه اللي لا اريد ان اغفل عن ذكر اي اسم فيهم. فالحقيقه في ليبيا يعني زي ما قلت لك يعني هناك ميول كبيره لان يكون هناك المدرب المصري ربما اكثر من اللاعب المصري يعني في الدوري الليبي، يعني دائما ميول الطاقم الفني في التدريب الفرق الليبيه. يعني اتكلمنا على كابتن محمد عوده مدرب اهلي بنغازي، ايضا هنتكلم على كابتن ايهاب جلال مدرب اهلي طرابلس. هل حضرتك شايف ان هم يعني مدى نسبه نجاحهم في الموسم الحالي مع انديتهم؟ هل حضرتك شايف ان تتوقع نجاح التجربه مع اثنين من المدربين المميزين اللي موجودين في الدوري الليبي حاليا؟ اكيد اكيد لسببين. لك ان تعرف اخي عمر ربيع ياسين ان المدرب الليبي النادي الليبي صحيح نحن تفوقنا التجربة المصرية وبعض التجارب العربية، لكن أيضا حتى أنديتنا لها تجارب جيدة وتعرف معنى الاحتراف وتعرف ربما مشكلتنا الأساسية في ليبيا هي غياب البنية التحتية القوية. الحقيقة ليست لدينا على مدى العصور أو العهود يعني بشكل عام السنوات السابقة بنية تحتية قوية بالمفهوم الحقيقي، لكن الأندية الليبية في السنوات الأخيرة بدأت تركز على بنية داخل نواديها. لما يدرب محمد عودة ولا إيهاب جلال حاجد بنية مقبولة مش بمستوى الدول العربية الأخرى لكن مقبولة في ليبيا، ويجد إدارة احترافية، أقصد مناخ العمل أمام أي مدرب مصري في نادي ليبي كبير من الأندية الكبيرة يعني الأندية المعروفة زي أهلي طرابلس الاتحاد النصر أهلي بنغازي المدينة التحدي أغلب الأندية الليبية موجود أمام فرصة خاصة ذات الشعبية الكبيرة في المدن الكبيرة موجود أمام فرصة للعمل يعني فلا أعتقد أن هناك سبب ليجعله يبدع. يعني صحيح مش بمستوى ما هو موجود في انديه مصريه لكن انا اعتقد ان التجربه ستكون ناجحه للمدربين. يعني موضوع النتائج هذا موضوع اخر، لكن احيانا انت اخي عمر احيانا انت تعجب بمدرب يترك بصمه ممكن يحقق نفس النتائج. مظبوط. لكن البصمه تترك في الاداء وايضا حتى في اللاعب، هو دائما يقال من يقيم المدرب؟ يقيمه اللاعب. صح. اللاعب اقرب من يقرر المدرب يقول هذا المدرب ترك فينا بصمه. انا اعرف لاعبين، انا عاصرت اشياء كثيره من اللاعبين الليبيين معجبين بمدربين يعني مثلا نرجع لمحسن صالح، محسن صالح النتائج لم تكن حديثه لكن اداءه كان شكل المنتخب الليبي جيد، ابرز لاعبين جدد وجاء بعد فتره ايليا مدرب كرواتيا للمنتخب الليبي. مظبوط. فترك بصمه جميله. اعتقد ان الاهلي مثلا طرابلس لما تعاقد مع ايهاب جلال هو في السنوات الاخيره تعاقد مع اربع مدربين مصريين، حسام البدري ثم طارق العشري ثم طلعت يوسف، جاء ايهاب جلال في خمس سنوات او ست سنوات اربع مدربين مصريين. فاداره الاهلي تعرف جيدا لماذا تتعاقد مع المدرب المصري. مش معقول لو كان المدرب حسام البدري او طلعت يوسف او طارق العشري ما كانوش ناجحين مثلا، اقصد حتى على مستوى الاداء، ما كانش تعاقدت مع مدرب مصري رابع في ظرف خمس سنوات. مظبوط. يعني استاذ صلاح بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، كم من المعلومات بسم الله ما شاء الله رهيبه، واكيد طبعا يعني متابع جيد جدا.